مستقبل صلاح وماني أحدهما سيرحل عن ليفربول. كوبري يدوش، يا سلام على التكتيك والأفكار العالمية. يعتقد بول ميرسون لاعب أرسنال السابق والمحلل الحالي لشبكة قنوات سكاي سبورتس أنه سيتعين على محمد صلاح أو ساديو ماني نجمي ليفربول مغادرة أنفيلد بنهاية الموسم الجاري. وانتهى عقدي صلاح وماني مع ليفربول بنهاية شهر يونيو 2023، ولم تستقر إدارة النادي الإنجليزي على تجديد عقديهما حتى الآن. وخلال حديثه إلى شبكة سكاي سبورتس قال ميرسون: لا أعتقد أن ليفربول باستطاعته الحفاظ على صلاح وماني سويا بعد ضم لويس دياز مؤخرا ومن قبله دييغو جوتا. وتابع: أعتقد أنه تعاقدوا مع دياز كتأمين لرحيل أحدهما، لقد حصلوا عليه بسبب بخس. في اعتقادي لو علم بورتو بنية ليفربول في رحيل صلاح أو ماني لطلبوا 20 مليون جنيه استرليني لبيعه. ووصل ميرسون: لا أعتقد أن ليفربول سيعطي 300 إلى 400 ألف جنيه استرليني في الأسبوع لصلاح وماني، أحدهما سيغادر. وأضاف: هل أعتقد أنه عليهم البقاء مع ليفربول؟ نعم بنسبة 100%، قد استغرق الأمر 30 عاما ليصل ليفربول لما هو عليه الآن. ورد على الاختيار بين صلاح أو ماني للاستمرار مع ليفربول، أجاب ميرسون: لن أستطيع ترك صلاح يرحل، أعتقد أنه لاعب من كوكب آخر، مو يختلف عن الكثير من اللاعبين في الوقت الحالي، لقد تخطى 4 لاعبين في مانشستر سيتي وهم الأفضل في العالم حاليا. وأردف: لا أقصد قلة الاحترام، لكنه لا يتخطى 4 لاعبين من نوريتش، إنه يتخطى أفضل اللاعبين في العالم. وأتم: بالنسبة لي يجب الاحتفاظ بصلاح إذا كان على ليفربول الاختيار بينهما. كوبري يدوش، يا سلام على التكتيك والأفكار العالمية.